سيظل دائما وأبدا رغم سنواته القليلة بين جدران القلعة الحمراء واحدا من اللاعبين المميزين الذين لا يمكن نسيانهم، محمد عبد الوهاب جوجل، والذين تزرف جماهير الكرة المصرية على اختلاف ألوانها الدموع كلما تذكرته. إنه أسطورة راحلة تجسد العشق الجارف للكيان الأحمر حتى الموت فوق أرضه بين تراب ملعب مختار التتش التاريخي. إنه عملاق الجبهة اليسرى وأسطورة منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد عبد الوهاب. ولد محمد عبد الوهاب في قرية سنورس بمحافظة الفيوم في الأول من أكتوبر عام 1983، وبدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 سنة في مركز شباب سنورس، ومنه انتقل لمركز شباب الألومنيوم، وقبل أن يتم عامه 18 كان يلعب للفريق الأول بنادي الألومنيوم في نجع حمادي. أجبرت موهبة اللاعب المتألق في صعيد مصر حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على ضمه لصفوف منتخب الفراعنة المتوج بكأس الأمم الإفريقية للشباب في بوركينا فاسو عام 2003. ثم بلغ دور 16 في كأس العالم للشباب بالإمارات في العام ذاته. وفي الإمارات التقطت أعين الكشافين هذه الموهبة، ووجد فيه نادي الظفرة تأميناً لمستقبل الجبهة اليسرى في النادي، فتعاقد معه. لكنه لم يرتدي قميص بطل الإمارات بعد أن أعاره لنادي إنبي. الهدف الثاني، الهدف الثاني لإنبي، صاروخ يا محمد عبد الوهاب. ومن بوابة الفريق البترولي دخل محمد عبد الوهاب منتخب مصر الأول للمرة الأولى مع المدرب السابق الإيطالي ماركو تارديلي، وخاض مباراته الدولية الأولى أمام السودان في تصفيات مونديال 2006، وسجل خلالها هدفاً هو الوحيد له مع المنتخب الأول. وفي يونيو 2004 طلب البرتغالي الخبير مانويل جوزي من إدارة الأهلي ضم محمد عبد الوهاب، وحصل الأهلي على اللاعب بعقد إعارة لمدة عامين بعدما أنهى الأسطورة محمود الخطيب بنفسه الصفقة مع مسؤولي النادي الإماراتي قبل أن يضمه بشكل نهائي بعد ذلك. وواجه ظهير الشاب صعوبة لحجز مكان أساسي في تشكيلة الأهلي في وجود العملاق الأنغولي جيلبرتو، لكن الفرصة جاءته على طبق من ذهب في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2005 أمام النجم الساحلي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها جيلبرتو، ليبدأ عبد الوهاب في السيطرة على الجبهة اليسرى للمارد الأحمر بلا منازع. مشوار محمد عبد الوهاب مع الأهلي يتلخص في 26 مباراة ببطولة الدوري، منها 8 مباريات في موسم 2004-2005 و18 مباراة في موسم 2005-2006. سجل خلالهم عبد الوهاب 3 أهداف مع الأهلي في مرمى الكروم وفي مرمى إنبي، والثالث في مرمى الإسماعيلي. وفي بطولة كأس مصر ساهم محمد عبد الوهاب في فوز الأهلي باللقب موسم 2005-2006 وسجل هدفين، الأول في مرمى إسمنت السويس والثاني في مرمى حرس الحدود، وشارك عبد الوهاب في جميع مباريات البطولة الخمس. أما في دوري أبطال إفريقيا فشارك في 9 مباريات وسجل هدفاً في مرمى توسكر الكيني في إياب دور 32 بالقاهرة يوم الجمعة 31 من مارس 2006، وفاز الأهلي 3-0. كما شارك في مباراة السوبر الإفريقية التي فاز بها الأهلي أيضاً عام 2006. حصيلة محمد عبد الوهاب في موسمين مع الأهلي كانت الفوز بلقب الدوري مرتين ومثلها في كأس مصر، وكذلك في السوبر المصري بالإضافة لدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي. أما مع منتخب مصر ففاز بثلاثة ألقاب،
هي كأس الأمم الإفريقية للشباب 2003، ثم كأس العالم العسكرية رقم 41 في ألمانيا عام 2005، وأخيراً كأس الأمم الإفريقية 2006 رفقة منتخب الفراعنة الأول. وفي يوم حزين للكرة المصرية في 31 من أغسطس عام 2006، وبينما كان محمد عبد الوهاب يتألق في ميران الأهلي تحت سماء ملعب التتش، سقط فجأة في أرض الملعب وتوقف قلبه عن الحركة، ليتوفاه الله في المكان الذي عشقه من أول يوم وتمنى منذ داعبت قدماه الكرة أن يرتدي قميصه يوما ما. الحقيقة برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد عمره ما هينساها جنازة محمد عبد الوهاب. جنازة محمد عبد الوهاب كانت جنازة مهيبة جدا الحقيقة، كانت أعتقد أن كانت كل الفيوم، كل قرية سنورس كانت موجودة في هذه الجنازة. طبعا احنا كنا لسه صغيرين، كان يعني كنا أصغر من دلوقتي بكتير، ب15 سنة تقريبا أو ب16 سنة. الجنازة دي كان فيها كل لاعبي منتخب مصر في ذلك الوقت، كل الجهاز الفني، كل لاعيبة النادي الأهلي، كل الجهاز الفني للنادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين كل محبي محمد عبد الوهاب أعتقد في مصر كلها جم اليوم ده. اليوم ده بالنسبة لنا كان يوم صعب جدا جدا جدا، مش عايز أقول لحضراتكم إيه اللي حصل اليوم ده، حاجات كتيرة جدا. كنت أنا وبركات وشادي كنا احنا الثلاثة رايحين في عربية واحدة، وعلى اللي حصل اليوم ده لغاية لما روحنا احنا مش مصدقين أن الله يرحمه توفى. يعني قعدنا فترة طويلة جدا لغاية لما استوعبنا الموضوع ده، لكن في النهاية محمد الله يرحمه سيظل دائما في قلوب كل الأهلوية. أنا دايما لما باجي أقعد أتكلم مع أولادي، بقول لهم يا ريتكم كنتوا شفتوا الله يرحمه محمد عبد الوهاب، وكنتوا تطلعوا نص أدبه أو نص أخلاقه. ده كلام حقيقي وأنا بوجهه لكل الشباب. أتمنى النهاردة أن كل الناس الأهلوية وغير الأهلوية الحقيقة، لأن محمد كان محبوب من الجميع، من كل المصريين، أتمنى أن النهاردة يبقى فيه دعاء لهذا النجم الكبير، هذا النجم المحترم، لأنه بالفعل يستحق. محمد عبد الوهاب أنا عارف أن كل الأهلوية بيحبوا هذا الشخص وبيحبوا هذا النجم. فالنهاردة يعني دايما كده بالليل وحضرتك بتصلي بالليل، لو بتصلي ادعي ادعي لمحمد عبد الوهاب، لأنه يستحق الدعاء ويستحق الحقيقة قلوب، ان هو يدخل قلوب ويظل دائما في قلوب كل الأهلوية. محمد هيفضل دايما في قلبي، هيفضل دايما في قلوب حضراتكم، وانا متأكد من هذا الموضوع. دايما اليوم ده بيعدي عليا صعب جدا جدا جدا. البعض يتخيل، مش انا لوحدي الحقيقة، هو جيل كتير الناس اللي عاشرت وعصرت محمد عبد الوهاب هتلاقوا اليوم النهاردة بالنسبة لهم يوم صعب جدا جدا جدا، لانه خصوصا الناس اللي كانت موجودة في الملعب لحظات وفاة الله يرحمه محمد عبد الوهاب. عموما هي كانت لحظات صعبة جدا جدا جدا، ولكن عزائنا الوحيد ان هو دايما هيفضل محمد في قلوبنا، ودايما كل جمهور النادي الاهلي بيدعي له وهيفضل يدعي له، لانه من الناس اللي بتخش قلبك كده مرة واحدة بعيدا عن اي شيء اخر. محمد يخش قلبك كده مجرد اول ما تشوفه. فالله يرحمه يستحق الدعاء، الله يرحمه هيفضل دايما في قلوبنا.